طيب يعني كلام شرح نفسه، الرجل الوسيم ولا الرجل الحنين؟ طبعا احنا سمعنا شوية آراء في الفاصل، أنا لن أعلنها ولن أقولها احتراما طبعا وأدبا وأخلاقا لخصوصية الزميلات، حاسبهم هم يعترفوا. بصي أنا يعني الراجل الحنين أشوفه وسيم، بشوفه وسيم، وممكن يبقى معاكي قمر الأمارات ونجم النجوم وبتاع وانت شايفاه مش، لا من مش عمايله، عايزة، مش طايقة كلمة من منه. عمايله. فهي فكرة إيه؟ إنه بحنيته ممكن تحبيه وممكن يبقى بالنسبة لك ما بتشوف. فعلا الست لما بتحب يا جماعة من غير هزار، ما بتحب ما بتشوفش، ما بتشوفش غير الراجل اللي بتحبه. ننزل بقى بإيه؟ اتفضلي يا أستاذة إيمان. هي قالت إيه؟ الست ما قالتش حاجة. يا أختي قردي يصفيني ولا غزال يبكيني؟ وبعدين ببساطة شديدة هو الوسيم ده أنا أفضل بقى قاعدة كده عينيا في وسط راسي، أصل فلانة بصيت له وهو كلمه وبيبقى متعجب بنفسه كده ومش عاجبه حد، وشايف إنه مهما عملتي وتشقلبتي كده مش هترضيه في الآخر، ده أنا كتير عليكي. فاخد إيه؟ لكن بقى؟ الراجل يعني الحنين، لا الراجل، لا الراجل الصادق اللي وعد، وعده كلمة، كلمة شرف في الوعد، في الصدق، صادق في الحب، صادق في كل كلمة حلوة بيقولها لك، صادق في مشاعره وإحساسه، ما بيزيفش. ماشي. ده والنبي لو إيه هتحبيه. أنا هعديها، مش هتحبيه. هو إحنا كان فيه شوية إضافات كده في الفاصل بقى. يعني هعديها عشان برضو إيه، احتراما للزمالة. قالت ما يعني كده على فكرة، قالت أنا ما يهمنيش الراجل، بالعكس يعني كده حريش كده لطيفة برضو يعني، والله يعني عندها حق فيها، أنا موافقة. الرجولة والوسامة في يعني في الرجولة، في صدق الوعد فعلا، في الامانه، في الحاجات دي، خليكي انت ما بتشوفيش غيره. هو عاده الست يعني بتحب حد ما بتشوفش غيره، وهو بالنسبه لها الكون كله. واقول لك كنت بقولها ايه في الفصل عشان ترتاحي بقى وتهدى. بلاش بلاش، انا ما بحبش الرجاله الحلوين. ليه بقى؟ عشان ايه بقى؟ عشان بيبقوا شايفين نفسهم زياده عن اللزوم. ده يعني شايف نفسه كتير، فانا ناقصه فرهده. نفس المفهوم برضو، الراجل برضو حلو، حلاوه الروح وحلاوه الطبع واول ما تفتح بقها ولا تزعق ولا ترفع حاجه ولا بتاع، يبقى شايف القمر دي الناس معجبه بيه، يبقى شايفها ولا حاجه ومش طايقها ومش عايز. حلاوه الروح يا منى، ففيها حلاوه الروح. خلينا نقول فعلا هو طبعا عاش الروح ملوش اخر. ايوه بالظبط، نكاد نكون متفقين بنسبه 99% احنا الثلاثه في ان الراجل اللي كلمته صادقه هو الاوفى، هو الافضل، الافضل. الراجل الحنين طبعا هو الافضل. في يمكن راي غريب جدا انا سمعته في الشارع، قالت اللي معاه فلوس حاجة الباشا، يعني الفلوس دي هتعمل لك ايه في النهايه؟ ما يعيبش الراجل اللي جيبه. ده كلام حد غلط قالتها، ما يعيبش الراجل اللي جيبه، ده للناس الجعانه. بالظبط. انت كده مش بتدوري على راجل تعيشي معاه، انت عايزه راعي رسمي. انا عندي اسالها سؤال، يعني يا فرحتك بالفلوس والهدايا والبيوت و و و و، وانت مثلا انا اسفه يعني كل يوم بيصبحك بعلقه ويمسيكي بعلقه، او مخلي الناس كلها شايفاكي ان انت واخده على، يعني لا 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 لا، ارجوكم ما بقاش الثقافه دي تنتشر خالص، وهي الحمد لله مش منتشره. بس انا عايزه اقول بقى حاجه بصراحه، هو الـ احنا بنشتري راجل، الراجل اللي يحضن قلبك قبل ايدك حتى ويطبطب على قلبك. هو قلت لك في الاول كلمتين، الراجل الحنين هو الراجل الوسيم بالنسبه لي يعني. ما هو انا بقول يعني، يعني هو تعبير ادبي شويه عشان سيبوني افرح بالفقره. هو اللي يحضن قلبك اللي تحسي ان انت في امان معاه، ده يعني بالدنيا وما فيها. ما علينا عشان الموضوع قلب رومانسي جدا وسحتنا، ومش حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا.